نتابع تغطية من مكة المكرمة مع الزميل حسن الطالعي من ساحات الحرم المكي ومن أحد الفنادق الذي سيستقبل المعتمرين اليوم الزميل عبد الواحد الحميد. فلأبدأ معك حسن، كيف هو المشهد لديك مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من العمرة؟ نعم محمد، مساء الخير. بداية طبعا المرحلة الثالثة بدأت منذ اليوم الأحد. ربما الجديد في هذه المرحلة بأنها تشمل للمعتمرين القادمين من خارج المملكة وفق الضوابط والإجراءات التي تم الإعلان عنها، وبالتالي يتم اعتمادها بالتعامل مع هؤلاء المعتمرين. بشكل عام محمد، يعني كما نعرف بأن المرحلة الثالثة 20,000 معتمر و 60,000 مصلي. إذا ما تحدثنا بالأرقام في تطبيق اعتمرنا يا محمد، المسجلين في التطبيق حتى الآن يتجاوز 1,600,000 شخص تم سجلوا في هذا التطبيق. المستفيدين من هذا التطبيق سواء كان لأداء العمرة أو لأداء الصلاة ما يزيد عن 1,300,000. هذه الأرقام ربما تعطي مؤشر آخر جديد بأنه ربما مع المرحلة الثالثة، نحن نتكلم هذه الأرقام محمد فيما يتعلق بالمرحلة الأولى والثانية وحتى اليوم، بالتأكيد هناك مسجلين أرقام كبيرة جدا ومتوقع وصول معتمرين من الداخل وبالتالي أيضا من الخارج. هذا المكان الذي أقف فيه محمد هو منطقة الشبيكة. لعلي أشير محمد بأنه رئاسة شؤون الحرمين بالأمس تحديدا دشنت ما يعرف بتطبيق تنقل. ما هو تطبيق تنقل محمد؟ هو التطبيق الخاص بالعربات التي يتم استخدامها داخل الحرم. نعرف بأنه ما يقرب من 600 عربة كهربائية يقابلها 5,000 أو ما يزيد عن 5,000 عربة يدوية متوزعة على 7 نقاط، 4 منها داخل الحرم والثلاث الأخرى خارج ساحات الحرم. من خلال هذا التطبيق محمد يمكن حجز إحدى العربات، وبالتالي مع تحديد موعد العمرة أو للصلاة أيضا يمكن استخدام هذه العربة. خدمة جديدة قد تقدمها رئاسة شؤون الحرمين. المنظر الآن محمد، ربما نحن الآن نقطة تجمع الشبيكة تحديدا، هذا المدخل يا محمد الخاص بالمعتمرين من هذه النقطة، الفوج تقريبا الخامس اليوم هو الذي يتوافد الآن في هذه النقطة، يقابلها في النقطة الأخرى محمد الذين يحملون تصاريح الصلاة فقط، يدخلون من بوابة أخرى تختلف عن البوابة دخول المعتمرين إلى داخل الحرم لأداء عمرتهم، وبالتالي حتى لا يكون هناك تزاحم. طبعا داخل هذه الخيمة أو هذا المركز يتم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية فيما يتعلق بالكاميرا الحرارية، فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي ما بين كل معتمر وآخر حتى دخوله إلى الساحة، لأنه هذا الباب محمد يشرف على ساحة ما يعرف بساحة بواب الملك فهد. لازم نلاحظ الآن هذول المعتمرين، بعض من المعتمرين في الفوج الخامس تقريبا لليوم الأول من المرحلة الثالثة يدخلون من هذا الباب.